كويسة؟ كويسة. هيكون في ايه يعني؟ توتا، ممكن اعرف انت ليه بتتكلمي باسلوب وحش كده؟ انا اسفة يا ماما، ما كنتش قصدي. طيب قوليلي، انت في حاجة مزعلاكي؟ لا مفيش يا ماما، ما تقلقيش. تخبي على ماما حبيبتك؟ هو في مشكلة صغيرة كده يعني. مشكلة ايه؟ طب قوليلي كده ونفكر في حل سوا. النهاردة انا ومريم صاحبتي اتخانقنا، فراحت هي كلمت كل اصحابنا واشتكت لهم مني. يرضيكي كده يا ماما؟ لا طبعا، هو ده تصرف مش صح. بس قولي لي، انت كنت بتكلمي مين في التليفون؟ كنت بكلم اصحابي عشان اقول لهم يخصموها عشان هي الغلط. طب انت لما هم يخصموها هتكوني مبسوطه؟ وبصراحه لا. طيب بصي يا توتا، المشاكل دي محتاجه حكمه في حلها. حكمه؟ يعني ايه حكمه يا ماما؟ حكمه يعني نتصرف صح، يعني ان انت تكلميها وتعبيها عشان تكونوا كلكم مبسوطين. انا اكلمها؟ انا مغلطتش. بصي، مش مهم مين غلطان فينا، هو احنا دلوقتي لازم تنامي، ولما تصحي تفكري في الموضوع كويس، تكوني هديتي. يلا تصبحي على خير. وانتي من اهله. بسم الاب والابن والروح القدس، اله واحد، امين. اشكرك يا بابا يسوع على كل حاجه بتديهاني، وكمان اشكرك على اصحابي كلهم اللي بيحبوني وانا كمان بحبهم. يا بابا يسوع، انت عارف في المشكله اللي حصلت ما بيني انا ومريم صاحبتي، مش انا الغلطانه، هي الغلطانه. ماما بتقولي اكلمها واصالحها، بس مش عارفه اعمل كده ازاي. طب انا دلوقتي هنام وهنشوف الموضوع ده بكره. اسمعني وانا بقول لك بشكر. ابانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا كففنا، اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين. ايه ده؟ مفيش حد هنا؟ دي حاجة غريبة خالص، ولا فيري ولا فتفوتة. طب انا بقى هدوس على الزرار عشان انده على فتفوتة. فتفوتة يا توت، وحشتيني قوي من الحلم اللي فات. وانتي كمان وحشتيني خالص. مش هنبتدي الحكاية ولا ايه؟ يلا بينا بسرعة علشان نبدأ حكايتنا. ايه ده؟ استني استني، هي فين فيري؟ فيري بصي، هي اكيد فاري هتيجي اول ما الحكايه تخلص. فتفوتة، في حاجه حصلت ولا ايه؟ ابدا. بس اصل يعني هو بصراحه يا توتة حصلت مشكله صغيره قوي، وفاري زعلانه شويه. تمام، ان هي هتيجي ولا لا؟ تعالي نشوف حكايتنا النهارده، ولما نرجع نشوف فاري. ماشي ماشي، يلا بينا. حتوتة التوتة. حكايتنا النهاردة يا توتة عن واحد اسمه نبال. نبال ده كان راجل غني جدا،
وعنده مواشي وخرفان كتيرة قوي، وكانت المواشي والخرفان بتاعته بترعى في مكان اسمه الكرمل، والمكان ده يا توتا كان في برية اسمها برية فاران. في الوقت ده كان داود النبي هو الملك، وساعتها بعت رجالة كتيرة قوي لبرية فاران دي علشان يحموها. يحموها من ايه؟ هقولك، يحموها من هجمات اي عدو عليه، زي مثلا الفلسطينيين اعدائهم، او حتى من الحيوانات المفترسة. يعني داود ورجالته كانوا بيحموا الخرفان والمواشي بتاعت نبال من اي خطر يتعرضوا له؟ بالظبط كده يا توتة. ها وبعدين ايه اللي حصل؟ هقولك يا توتة، في يوم من الايام نبال كان بيقص صوف الغنم بتاعه علشان يبيعه، ومنه هيجيب فلوس كتير قوي. وساعتها سمع داود ان نبال بيجز غنمه، يعني بيقص صوف الغنم بتاعه، وبكده هيكون عنده خير كتير قوي لما يبيع الصوف ده. وساعتها داود بعت 10 من رجالته لنبال وقالوا له: ابنك داود بيسلم عليك وبيطلب منك أجرة الرجال اللي كانوا بيحرسوا مرعيك، وممكن كمان تتأكد من رجالك هيقولوا لك إن إحنا حافظنا على خرفانك ومواشيك ومفيش حاجة منهم ضاعت. عشان كده ادينا من الخير اللي ربنا بعتهولك. لا طبعا مش هديكم حاجة، ومين أصلا داود ده؟ ياه، ده نبال اتصرف بطريقة وحشة خالص. بس قوليلي إيه اللي حصل بعد كده؟ أول لما رجع الرجالة اللي كان بعتهم داود لنبال، أول ما راحوا لداود قعدوا يحكوله على كل اللي حصل، وساعتها غضب داود جدا، وده على غير عادته، لأن إحنا عارفين عن داود إن هو شخص محب ومش بيتضايق من حد أبدا. بس المرة دي داود غضب غضب شديد قوي من نبال، وقال للرجالة بتاعته: استعدوا، إحنا هنروح نحارب نبال. يا خبر، طب والنبال عمل إيه؟ استني ما أكملك القصة. بص، واحد من الرجالة اللي كانوا شغالين عند نبال أول لما سمع باللي حصل راح حكى كل ده لواحدة اسمها أبيجايل، ودي مرات نبال، حكالها على كل اللي حصل، وكمان حكالها على اللي داود ناوي عليه. طب إيه اللي خلي الراجل ده يروح لأبيجايل بالذات عشان يحكي لها على اللي حصل؟ علشان أبيجايل كانت شخصية حكيمة قوي، وكانت دايما بتتصرف في المواقف اللي هي بتواجهها بحكمة وبشطارة. وفعلا قعدت أبيجايل تفكر ازاي هتقدر تحل المشكلة الكبيرة قوي دي اللي حصلت ما بين نبال وداود الملك. وفعلا خدت أبيجايل خبز وخرفان وعنب وفريك وحاجات كتير قوي، وقالت للرجالة بتوعها ان هم يسبقوها. وفعلا وهي في طريقها قابلت داود والرجالة بتوعه، وأصلا هي كانت عاملة كل ده من غير ما تقول لنبال. وأول لما شافت داود راحت سجدت له واعتذرت له على الغلط الكبير اللي عامله نبال فيه. طب وداود اتصرف ازاي؟ داود فرح بأبيجايل جدا وقال لها: يعني حافظنا على غنم نبال وما ضاعش منه ولا خروف، وبعد كده هو يكافئ الخير بالشر؟ علي أنا يا سيدي هذا الذنب، أنا اللي غلطانة وبعتذرلك لأني ما شفتش رجالتك لما جم لنبال. مبارك عقلك، مبارك التصرف اللي عملتيه معايا، لأنك منعتيني إن أعمل شر عظيم وأحارب نبال. أبيجايل دي طلعت شطورة قوي. أيوة يا توت، قوليلي بقى إيه رأيك في الحدوتة بتاعتنا؟ هي الحدوتة حلوة جدا، بس فري هي هتيجي ولا لأ؟ بصراحة يا توتا، يعني هو أنا زعلت فري ومش عارفة إن كانت هتيجي النهاردة ولا لأ. هي فري جت يا فتفوتة، أنا كنت عايزة الصراحة يعني أعتذر لك وأقولك حقك عليا إني سبتك ومشيت. لأ يا فري، أنا اللي زعلتك، ما تزعليش مني، حقك عليا. الله، انتوا الاتنين بتحبوا بعض قوي. بس يا فري، انت جبتي اية النهاردة ولا لأ؟ اية النهاردة حلوة قوي وانا بحبها جدا، واية النهاردة بتقول:
حد عن الشر واصنع الخير، اطلب السلامة واسعى ورقها. مزمور 34 آية 14. الله، الآية دي حلوة قوي وكمان مناسبة قوي اللي حكيت النهاردة. مرسي يا فري انك جيتي، ومرسي كمان على الآية الحلوة دي. طب يا فري، هو فين سؤال النهاردة؟ سؤال النهاردة بيقول: يا ترى مين الملك اللي كان قبل داود؟ بجد انا عايزه اشكركم انتوا الاثنين عشان علمتوني حاجات كتيره قوي. انا بحبكم قوي. باي باي. باي باي. رياضة وتنطيط، لعب وفرفشة، وآخر لخبطة.